في مركز مؤقت أنشأته حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة لإيواء مواطني الدولتين الذين كانوا ينتظرون عمليات الإجلاء، كان العديد من المواطنين السودانيين الفارين من اشتباكات استمرت 3 أسابيع يأملون أن تتمكن أسرهم التي تعيش في الخارج من إخراجهم. المواطنة السودانية إخلاص ودعت صديقتها التي تم إجلاؤها من بورت سودان إلى المملكة المتحدة بعد الموافقة على السفر برفقة ابنتها التي تحمل الجنسية البريطانية. كل القوانين بتاعت الدول دي واللوائح بتاعت الدول دي هي يعني محترمة والناس بتحترمها وهي حاجة، لكن دي ظروف بتاعت حرب وظروف كارثية المفروض يكون فيها التركيز على الناحية الإنسانية. عشرات العائلات السودانية ذات الظروف المماثلة في بورت سودان تنتظر منذ أيام على أمل الحصول على مكان على متن طائرة أو سفينة. وحاجة أصلاً ما في زول بيتمناها لعادوا حتى لنفسه. ناشد الناس كلها ترجع إن شاء الله ويعني حل المشاكل دي يعني بطريقة كويسة والناس ترجع البلد، وما في زول داري يخلي بلد بصراحة يعني. فنتمنى إنه الأمور تتصلح إن شاء الله والناس كلها ترجع البلد. ومنذ بدء الاشتباكات منتصف الشهر الماضي ساعدت حكومة المملكة المتحدة في إجلاء مواطنين آخرين من دول مثل الولايات المتحدة وأيرلندا وهولندا وكندا وألمانيا وأستراليا، كما تعهدت لندن بتقديم دعم مستمر للبريطانيين الذين ما زالوا في السودان بعد توقفها عن الإجلاء الجوي الذي أصبح بحسب حكومتها محفوفا بالمخاطر مع استمرار الاشتباكات.